ازاي تنضفي هنك الخروف او الممبار بتاع الخروف الضاني، وازاي تعملي خلطة بهارات مميزة جدا جدا للسجق الشرقي، وازاي تحشيه احلى سجق شرقي بمنتهى السهولة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا مروة حماد من قناة نادي كل الستات، والنهاردة هنعمل مع بعض تنظيف الممبار بتاع الخروف الضاني، ونعمل خلطة بهارات وحشو السجق الشرقي. تابعونا للنهاية. الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لأبي وأمي وأموات المسلمين أجمعين، كل عام وأنتم بخير. هنضف مع بعض إن شاء الله الممبار الضاني بشكل سريع وبسيط. عشان تقلبيه على الناحية التانية محتاجين حاجة رفيعة رفيعة جدا. أنا عملت إيه؟ دول 2 عصايتين من بتوع الشيش تاووك أو بتوع الباربيكيو حسب بقى ما تحبي تسميهم، ولزقتهم مع بعض بسلوتيب. هاخد طرف الممبار كده، بصي هسيب حته كده من هنا واحطها بالشكل ده، هتنيها لجوه مش باينه كده اهو، كده كده بانت. وهبدا الف الممبار بتاعي كله كده، الطول بقى حسب ما يجي معاكي، عايزه تعملي طويل قصير زي ما يعجبك. انا هعمل كده بس، هقص هوريكم. ادي الطرف الثاني اهو، هسحب بقى الطرف الثاني ده، هفتحه من هنا. ايوه كده اهوت، وانزله من على العصايه كده اهو، كده اتقلب كله ما قفكش مننا ثواني. اسحب كده، معلش هو الموضوع بيبقى مزفلط بقى وحالته حاله، بس شيء لابد منه. كده اتقلبت بكل سهولة، ما اخدتش مننا وقت خالص. تمام، هعمله بقى. انا مش عايزة اطول عليكم في الفيديو، هنعمل مع بعض هنشوف هننظفها ازاي. هعمل قطعة كمان وبعد كده هنشوف هننظفها ازاي، مش مشكلة. هنحط هنا دلوقتي كل المكان اصلا ايه هيتزفر وهيتعمل، وهتبقى يعني ايه هي هو اليومين بتوع العيد دول بيبقوا كده. ادي الجزء الثاني، مش محتاجه بقى تغسلي قبلها ولا حاجه، لان في كل الاحوال ايه احنا لسه قدامنا مراحل غسل وتنظيف قد كده. بس كده بيتعمل بمنتهى السهوله بسرعه جدا، يعني حتى ممكن يبقى اطول من العصايه اللي معاكي اهو. وقت ما احب اقطع بقى كده طرف من هنا اشده او حتى اقطعه مش هتفرق. نضف ازاي بقى؟ انا شفت الفكره ديت في القناه بتاعت لومي لومي، جابت مصفى، بس كانت مصفى هي بلاستيك، وبشكرها فعلا ان الفكره دي ما جاتش صراحه في دماغي خالص. طلعنا جزء بس من الممبار، وبعد كده هتشدي، بس هتشدي بالراحة. بصي وانتي بتشدي بيجرد كل اللي فيه الناحية التانية. بس طالع عامل ازاي؟ يعني بصراحة فعلا يعني كتر ألف خيرها، ربنا يجعله في ميزان حسناتها. الفكرة دي تحفة، مفيش أسهل من كده في التنظيف. طبعا هو بيزفلط جامد قوي، يتغسل بقى بميه وخل وليمون هيبقى وملح ويبقى زي الفل. بصي هو طالع عامل ازاي، انا باكد تاني الفكره ديت انا شفتها في القناه بتاعت لومي لومي، يا رب ما اكونش نطقت الاسم غلط، وفعلا كتر الف خير. ده المخاط اللي طلع من القطعه دي، بصي مخاط قد ايه اهو كده، هنزله هنا ويغسل القطعه الثانيه. وليك بس هو دخلها المصفى مش بالساهل، فانا بطرف السكينه بدخل كده واقلب واشدها من الناحيه دي. تمام، طلعت كده قطعه، وتبداي تشدي. انا مشديها لك اول مره دي من تحت عشان تشوفيها اهو، يا ادي من هنا بالشكل ده. مفيش اسهل من التنظيف بالطريقه دي، خلاص هتخلصي الكميه بتاعتك كلها في ثواني، مش هياخد منك حاجه. حط طبق
واكمل بقى. بس انا هغسل دول واوريه لكم، وبعد كده اكمل انا على رواقه. انا غسلت الجزء دوت ونقعته في ميه وملح. انا بس هقول لك على حاجه، احنا طبعا ممكن تعمليه بالسكينه بس بياخد وقت، ان انت تمسكيه من الطرف كده وتنزلي عليه بالشكل دوت لما تنضفيه. بس بصي احنا عشان عملناه بالمصفه اللي نزل منه كده كده طبعا انا هعيد عليه بعد المصفه، وهو ده اللي نزل منها كلها غير الكميه طبعا، كميه المخاط اللي كانت نازله منها الاول تحس ان هي اضعاف الممبار او اضعاف الامعاء او الهنك بتاع الخروف، فلازم كده يتغسل مره كمان كده عشان الحاجات دي بالذات لازم، يعني انا عن نفسي مش بثق فيها مع حد عاملها خالص غير اللي انا عاملاه بايدي. بصي شكله عامل ازاي زي الفل. طب هيتقلب ازاي؟ لسه ما اشتركش في القناه ينورنا باشتراكه، ويا ريت يفعل الجرس عشان يوصله جديد. ان شاء الله تستفادوا من الفيديو وتعملوا لنا ليه احلى لايك. انا هحتاج معلقه صغيره من القرنفل، وزيها من الحبه هان او الهيل، وهحتاج معلقه من القرفه الناعمه، مع نفس المعلقه الصغيره وزيها من الكمون، هحتاج معلقه من الكبيره من الكزبره، ومعلقه كبيره من البابريكا. وكده يبقى عندي مكونات بهار السجق. الفلفل الاسود مكون اختياري، ممكن تضيفيه او لا، بس انا هضيفه عشان هو اساسي اصلا مع كل اللحوم. معلقه صغيره برضو من الفلفل الاسود. خلينا نراجع كده على مكوناتنا: حبهان، قرنفل، قرفه، كمون، فلفل اسود قد بعض اللي هم المعلقه الصغيره، المعلقه المعياريه الصغيره، ومن المعلقه الكبيره اخذت الكزبره الناشفه والبابريكا. المكونات دي كلها مطحونه، دول بس اللي مش مطحونين هطحن دول واضيفهم عليهم واقلبهم. هعملهم بالمصفه عشان القشر بتاع الحبهان ما يتنزلش معاهم بالشكل دوت. خلاص دلوقتي هعبيهم في برطمان نظيف، وكده بقى عندي احلى بهار سجق جاهز. هيديكي طعم وريحه خرافه للسجق اللي هتعمليه، السجق الشرقي اللي هتعمليه في البيت. جربوه. ان كده خلاص قلبناها، ما شاء الله ريحتها فظيعه جدا جدا جدا، الريحه بتاعتها جميله. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. احنا هناخد معلقه كبيره من نفس المعلقه المعياريه على كل نص كيلو لحمه مفرومه للسجق البلدي اللي هتعمليه في البيت، او لو هتعملي حواوشي لحمه مفرومه. بس اللحمه ديت انا هحتاج ان انا افرمها وش كمان عشان تكون ناعمه جدا، وده شكل اللحمه بعد ما اتفرمت وش تاني. وهاخد كمان معلقه كبيره من الدهن، ممكن تكون دهن وممكن تكون ليا لو اللحمه بتاعتك مش دسمه قوي، وفي كل الاحوال هو السجق بيحب الدسم. هناخد كمان معلقه كبيره من الثوم المفروم، وربع معلقه من الملح. نيجي لتاني حاجه هنقلبهم، ونيجي لتاني حاجه البهارات بتاعه السجق عندك، لان لما تشتري البهارات جاهزه من عند العطار او تعمليها في البيت. احنا هنعمل البهارات بتاعه السجق مع بعض، وهي هتكون كالاتي: انا هحتاج معلقه صغيره من القرنفل، وزيها من الحبه هان او الهيل، وهحتاج معلقه من القرفه الناعمه، مع نفس المعلقه الصغيره وزيها من الكمون، هحتاج معلقه من الكبيره من الكزبره، ومعلقه كبيره من البابريكا. وكده يبقى عندي مكونات بهار السجق. الفلفل الاسود مكون اختياري، ممكن تضيفيه او لا، بس انا هضيفه عشان هو اساسي اصلا مع كل اللحوم. معلقه صغيره برضو من الفلفل. البهارات بتاعتنا بعد ما اتطحنت، بس انا سبت حاجه واحده بس ما حطيتهاش معاها. انا هاخد حوالي معلقه على النص كيلو لحمه كده
ياخد حبة كمان عشان يبقى معلقة مظبوطة. الحاجة بقى اللي انا ما حطهاش وقلت لكم دي هتفرق جدا جدا في طعمها، هي الربع معلقة من الحلبة الحصى، الحلبة الحصى العادية اللي احنا بنشربها، تمام؟ دي هتفرق جدا جدا في طعم وريحة السجق بتاعك. وما تنسوش الحلبة ديت من المكونات الاساسية اللي بتتحط كمان على البسطرمة لازم، ومع السجق والكلام دوت من جزار معتمد، مش اي كلام كده وخلاص. لما تجربوها بالطريقة دي هتفرق معاكم جدا. هاخد الحلبة اطحنها، وادي الحلبة بعد ما اتطحنت هي كمان. طب ليه انا ما حطيتش الحلبة معايا في البهارات بتاعة السجق العادية؟ هتلاقوا اصلا في فيديو كمان ان شاء الله هيكون نازل بهارات السجق لوحدها، علشان البهارات ديت ممكن استخدمها كمان مع الحواوشي، ممكن استخدمها مع كفتة مع تتبيلة، فمش عايزة يكون الحلبة اساسي معاها. ده غير ان الحلبة لما بتتطحن في وقتها بيبقى طعمها وريحتها احلى بكتير. طيب احنا عشان نحشي الهانك محتاجين قوم رفيع جدا جدا، انا معرفتش اتحصل عليه، عشان كده عملت الفكره دي جزء بتاع قلم لزقته في القمع العادي بتاعي عشان يؤدي نفس الغرض. العجينه بتاعه السجق يعني اللحمه اللي هنحشي بيها السجق بالشكل دوت عمرها ما هتنزل. هنحتاج معاها كوبايه ميه، من كوبايه لنص كوبايه هنحط ونقلب، علشان انا عايزه عجينه طريه تسهل معايا ان هي تتحشي. وما تنسوش ان احنا بنعلقه فهيصفي كل الميه اللي فيه ديت، ما فيهاش اي قلق خالص. حبه كمان وبعد كده هقول لكم انا خدت مقدار قد ايه. هي كده مناسبه جدا جدا، احنا كده اخدنا نص الكوبايه بس من الميه. هعجنها كويس وهسيبها شويه تستريح وتاخد وتدي من الريحه والطعم بتاع التوابل بتاعتها والثوم، وبعد كده هنحشيها مع بعض. دلوقتي هنبدا نحشي على بركه الله. انا هدخل جزء من الممبار او من الهانك دوت هنا في القمع من تحت وهبدا ادككه. كل ما دككتي مسافة أكبر كل ما كانت سهلت عليكي الحشو كده. مش هقطع، هسيب لغاية ما اخلص. هحتاج بقى عصاية صغيرة، انا استخدمت برضو واحدة من بتاعة الشيش طاووق اتنين وربطتهم مع بعض زي اللي نضفنا بيها. وهبدأ اخد معلقة من اللحمة بسم الله واحشي بيها. هو بياخد وقت شويتين ثلاثة، مش عارفة ظاهر عندكم كده، بس والله النتيجه بتاعته تستاهل. طعم حلو وحاجه نظيفه ومعموله في البيت. ولو عندك المكنه اللي هي بتاعت اللي بتحشي الممبار او اللي هي المفرمه اللي بيبقى معاها جزء او القمع بتاع البسكويتات بيبقى فيه حاجه صغيره تقدري ان انت تحشي بيها. اهو بدا ينزل اهو، بحشيه لقيت ان هما بيتحشي بضغط بايدي بينزل كميه اكبر بكتير جدا جدا. معلش هو بقى الصوت مش لطيف، بس بينزل كمية اكبر جدا. انتي بتعملي ايه طول ما انتي بتحشي؟ بتحشي جزء وتجريه لتحت وتسحبي اللي بعده، بحيث ان انا لغاية دلوقتي ما رفعتش جزء تاني من اللي كان معمول. انا لغاية دلوقتي بحشي في نفس الفرع الاولاني منه اهو، حشى الجزء ده، حشيت الجزء ده كده كله ولسه باقي منه اهو، هفضل مكمله معاه هو هو بالظبط. المهم اهم حاجه تخليكي متاكده ان الجزء اللي دوت هنا ثابت، عشان تفضل الجزء اللي تحشيه تنزليه لغايه تحت، تنزليه تفضلي كده لغايه ما تكملي الكميه كلها. بسم الله. ده كده بعد ما حشيته انا سيبته زي ما هو لسه ما قصتهوش. هقول لك بس على حاجه، لازم تحشيه ما تملهوش جامد كده اهو، لازم تسيبيه مفرغ شويه، عشان كده انا سبت اجزاء ما بينه فاضيه كده اهو. تسيبيه تبططيه كده كله، وخدي بالك ان هو بيتعقد. انا سبت الجزء ده منه عشان اوريكي وهو بيتبطط ازاي. بسم الله كده هفرد بالشكل ده كده كده كده، يا رب يكون باين كده اهو تمام. وهبدا بعد كده اخد كل ما بين كل واحده والتانيه زي عقله والف كده اهو، نزل واعمل واحده كمان هتبرميها بس
كده هو على نفسها. دوت لازم يتعلق شوية عشان ينزل المية اللي فيه اللي احنا حطيناها معاه، ما ينفعش ده تعمليه كده على البوتاجاز على طول، هيفرقع منك وهيطق، ده غير ان هو كمان المية ديت مخليه مقلبظ على الاخر. فلازم نهويه الاول ونعقده وبعد كده نعلقه شوية عشان يصفي المية اللي فيه كلها. هعقده او اربطه واوريه لكم. كل ما بين جزئين كده هاخد فاصل، هلف دول الاول كده وبعد كده الف الاتنين التانيين مع بعض واكمل. ادي واحدة كده والتانية افرد كده، افرد شوية والف والفها مع اختها او اسيبها. لو انت عايزة تعقديه كده يبقوا مع بعض اوكي، عايزة تسيبيه كده هو زي ما يعجبك. ده السجق بعد ما خلص وربطته كله لازم تعلقيه شويه، ما ينفعش تسيبيه كده. طبعا انا هحط ديت على الصينيه عشان اي ميه او دم منها زياده هينزل في الصينيه. وبعد ما تصفي الميه بتاعته شكله لونه هيتغير، هيبقى زي السجق اللي بنشتريه من بره بالظبط. ما تنسيش حاجه مهمه، انه لازم تسيبيه في الفريزر حوالي من ساعه لساعتين لغايه ما يتجمد وبعد كده تستخدميه. هتلاقي طعمه مختلف، هتاكلي بقى سجق بجد طعمه وريحه احلى بمليون مره من اللي بنشتريه من بره. الكميه ديت اخدت نص كيلو لحمه، يبقى الهنك بتاع الغروف كده كله على بعضه ياخد له من 10 ل 12 كيلو لحمه تقريبا، لان الكميه الجزء اللي انا اخدته بسيط جدا جدا، يعني هيقعد معانا فتره طويله ان شاء الله. شوف الفيديو بتاع تنظيف عنق الخروف، احنا نظفناه بكل سهوله بواسطه مصفى بس ما ياخدش مننا دقايق. وكمان الفيديو بتاع البهارات، وما تنسوش ان احنا ضفنا معلقه الحلبه اللي غيرت التشكيله وطعم وريحه البهارات خالص بتاعه السجق على الفيديو اللي احنا قدمنا فيه البهارات كمان. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية، ما تنسوناش في لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه ينورنا باشتراكه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية، ونادي كل الستات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.